مرحبا بك محمد سولة على الكرسي الأبيض. لو لم تكن لاعب كرة قدم ماذا تمنيت أن تكون؟ مهندس. مهندس طيارات. مهندس معماري؟ لا طيارات. الله عليك يا سولة. أوكي، السؤال الثاني، من في الفريق تشعر أنه يصلح أن يكون رجل شرطة؟ أتوقع خالد الرشيد. ليش خالد الرشيد؟ أنت جاي خلاص سألتك سؤال وشو؟ هو مبين صح خالد الرشيد هيك جدع. السؤال الثالث، من في الفريق تشعر أنه يصلح طبيب نفسي؟ ولماذا فيه في السؤال؟ مش عارف. ولماذا؟ هيك تحس طبيب نفسي. ما له شغل في كرة القدم ها؟ لا ما شاء الله عليه ما له شغل، تحارب فيه يلعب في مكانك على خاطر. حبيبي مش عز الناس والله بحبه. والله من أفضل اللاعبين حبيبي. والله لا والله من أفضل اللاعبين عشان هيك يمزح و. أوكي، السؤال الرابع. فرش فين حبيبي. ما هي أغرب العادات والتقاليد التي لاحظتها حتى الآن في الكويت؟ بالعكس يعني العادات والتقاليد الكويت قريب على ليبيا يعني نفس العادات والتقاليد تشبه يعني. برافو محمد السولة نجحت في الأسئلة. خلاص خلصوا. يلا سلام. مرحبا بك كابتن يوسف جريدة الملعب وعندنا لك أسئلة باش تجاوبنا عليهم إن شاء الله. هل يمكن أن تذكر ثلاثة كلمات باللغة الكويتية؟ ثلاثة كلمات باللغة الكويتية. شلونك؟ شخبارك؟ بس شلونتش للبنت هذي نعرفك. هل تعرف ثلاثة مناطق كويتية؟ اي اكيد سلمية حوالي كويتي. هل هناك طعام كويتي قد قمت بتجربته؟ مجبس ها؟ مجبس يلا مجبس. ما هي السمة الواضحة في الكويت بالنسبة لك؟ شنو هي الحاجة اللي شفتها في الكويت يعني؟ اوف حر حبيبي حر هذا هو اللي شفته في الكويت والله حر حبيبي. يلا تمام.